قبضة الخزينة العمومية لولاية معسكر كانت على موعد توزيع منحة 10,000 دينار على مستحقها من المواطنين وأعوان وموظفي مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. أغلبية الناقلين تم صب منحتهم فيما يخص الشطر الأول وباقي الشطر الثاني إلا في فئة قليلة. التجار يعني راهم يسحبوا في المبلغ نتاع المتضررين من وباء الكورونا هذا، والسيولة راهي متوازة. العملية اللي نشوف فيها ناجحة الحمد لله، فكرتنا الدولة وانا سهلونا، مديرة السياحة مديرها إطاراتها استقبلونا، كنا زحفانين مساكين داروا معانا. قاعة الانتظار لاستلام المنحة احترمت فيها الإجراءات الاحترازية من مسافة التباعد ومستلزمات الوقاية من الوباء. داول الشطر الأول واليوم رانا واقفين على الشطر الثاني اللي رام يستفادوا منه، وهذا بفضل تضافر الجهود. الإدارة المحلية على مستوى الولاية كلفت بالإشراف على عملية توزيع المنحة كالتزام وتعهد حكومي. كل هذه المديريات قامت بإحصاء هذه العائلات المتضررة وأعدت قوائم تم التأشير عليها وإيداعها لدى مصالح الولاية، وبالضبط لدى مديرية الإدارة المحلية مرفقة بأقراص مضغوطة يعني تشمل جميع المعلومات، وتكفلت مديرية الإدارة المحلية بالجانب المالي. وتبقى عملية توزيع المنحة المحددة ب10,000 دينار في شطرها الثاني مستمرة عبر شبابيك الدفع دعما للأسر المحتاجة.